قبل الختام أبعطي نواف وسعد والعويسي كل واحد منهم على فريق هم يعلنون النتائج بدال انا لعيب نادي انا وبتخيل والدي الغالي نتفرج ونستمتع معهم. نعم العويسي ابيك تعلن الفريق ذا. اعلن الفريق فريق اشداد مبروك لفريق اشداد. وين فريق اشداد؟ وين ممكن الحين؟ ابيك تقول حلو قبل مبروك. فريق اشداد نبي عيل. لا بغير شوي تم. يلا عرفته؟ حلو ايه تم يلا. ألف مبروك الحاصل على المركز الثاني. مبارك لفريق شلفا. استاهل الشيك. كم ريال؟ 4000 ريال. استاهل الشيك. استاهل 4000. مدي والله حسب الأعداد ايش والله اني مدي والله ساعة طويل. اي 500 بين الأول والثالث. الأول والثالث ورد نواف. شوفوا كم النتائج. طبعا في فريق 3500 وفي فريق 4500. يا هل ترى هل هو نواف ولا عزوز؟ طيب عبد العزيز زي سامي الجنود. عطني تعالوا عندي. تعالوا عندي هنا يا نايف وعبد العزيز. واحد تعال انا خلاص حكيتك انت. خلاص انا نواف لوك هناك نعلم. عطونا نغمه. عطنا نغمه توتر. عطنا نغمه خلاص معي. تعال سحور خلاص. يلا بسم الله. جاهزة؟ أنت شلفا معك علي زبدان. باقي معنا نايف يمثل فريق البيرق وعبد العزيز يمثل يحسبون نقاط علي زبدان فريق اشتاد ويخصمون عليه. حسبوها ويخصموا علينا. لذلك عطنا نغمة توتر يا عبد المنيب. إذا هي موجودة أهل النواف في خاطره النغمة عشان يعلن. إذا هي موجودة موجودة ولا لا؟ إعداد معي أسوي لكم. لا هي شغالة. على المركز الأول رغم الصعوبات والوقوف رغم الظروف وأبى إلا أن يأخذ المركز الأول. طبعاً أنا أشوف أنه يستاهل وكلهم يستاهلون ولكن أنا والله صراحة أن الموقف صعب أني أتكلم. الله يا وساد الله. لكن أبو محمد إيش رأيك؟ والله أنا أشوف أن الموقف من ترشح من تتوقع؟ أنا رشح عبد العزيز مغيري عشان أنا من جنته. يلا وانا ارشحك انا بعلن المركز الاول الحاصل عبد العزيز على 4500 نقطه فريق البيرق. حاج هلا هلا حاج قوم يا بيرق. يستاهل مرحبا نايف. تعال كلمه. تعال عطنا كلمه. بيض الله وجهك مثلت البيرق. يلا عطنا كلمه. اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله ثم جهود فريق دعمي. الحمد لله على كل حال. كانت منافسه شريفه عفيفه مع اخوي رشيد ومع اخوي عبد العزيز. كانوا خير منافسين. اتشرف اني تنافست معهم يوم من الايام. تستاهل يا ابو عبد الرحمن. شكرا فريق دعم علي. شكرا علي.
واعيد واكرر اللي يعلم يا رجال والله اللي علي شان هذا اليوم بالنسبه لي يوم عيد كل ابوكم لا العويسي ولا انتم انتم اصلا ودي اقابلكم من مبطي والعويسي مشتاقي له فرح ما يرجع ابقى يا ابراهيم معنا سحور الرب لكن لوني اختم بيض الله وجهك ابو محمد بيض الله وجهك نواف بيض الله وجهك العويسي اعطيتوني من وقتكم بيض الله وجهك نايف انت كنت نقاط فريق البيرك بيض الله وجهك على الفكره العادله وعلى الاجوال تعني فداك بيض الله وجه فريق الدعم هو والله اللي اعطوني الفكره وهم اللي اشتغلوا عليها جاني ما خلم منهم ختاما دائما ضع الامل في حياتك لتستمر بكل قوه وثبات وتفاؤل وانهض من جديد وابتسم لتبتسم لك الحياه الى ان نلقاكم في الحلقه القادمه الحلقه القادمه يمكن ما عاد في حلقه قادمه لان احنا يمكن نختم البرنامج لكن استودعكم الله الذي ما تضيع وداعه مع السلامه مع السلامه مع السلامه بس 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 ساعدوا بس ساعدوا بس بس والفرق شاسع وجهك وجهك وما قصرت لا تروح بعدي لا حسب وراشي انا التحدي فقرت بوادي فقرت بوادي يلا يا شباب يلا خمس حلو ما خصمت الا علي 500 حقت عزوز يوم خصم علي 500 ايه وش غيرها حقت البشن فست ها انا طال